بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. أبنائي طلاب الصف الخامس، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية فرع القراءة. درسنا لهذا اليوم سوق واقف، رحلة في التراث والتاريخ. أهدافنا لهذا الدرس أن يقرأ الطالب النص قراءة صحيحة، أن يحدد المفردات والتراكيب الجديدة بالنص تحديدا واضحا، أن يستخرج معلومات محددة من النص. فهيا بنا. بداية نقرأ النص. ليست الأسواق مكانا لقضاء الحاجيات فحسب، بل إنها تضفي على زائرها متعة الراحة والاسترخاء أيضا، غير أن الأسواق الشعبية تجمع إلى جانب هذه المتعة لذة الاستكشاف، اكتشاف التاريخ وأنماط العيش في سالف الأزمان، فهي أشبه بالمتحف المفتوح يقدم لزائره تجربة ثقافية وتاريخية وتراثية جميلة. ومن هذه الأسواق سوق واقف بالدوحة، الذي يلفت نظرك بعمارته ذات الطراز القديم وأزقته الضيقة، وإذا توغلت فيه أكثر تجد نفسك وكأنك فيما يشبه لعبة المتاهة، إذ لا تكاد تخرج من ممر ضيق حتى تدخل في آخر، ولا تقف المتعة عند ذلك، بل تتعداها إلى اكتشاف جديد عند كل منعطف. ففي هذا الزقاق تجد التمور اللذيذة المغطاة بالعسل والمكسرات، وفي الزقاق المحاذي تجد باعة العباءات والبشوت والزي الشعبي، فتخرج منه لتواجهك أنواع فاخرة من السجاد والمنسوجات اليدوية البديعة، كما ستجد الملابس التقليدية المطرزة تطريزا يدويا، إلى جانب التوابل ومشغولات الحرف اليدوية والهدايا التذكارية، وستملأ روحك رائحة البخور التي تعم المكان، وستجد في إحدى الزوايا سوقا للطيور والحيوانات الأليفة، كما يوجد فيه عدد من الفنادق ذات الطابع التقليدي. ويرى بعض الباحثين في التراث القطري أن اسم السوق جاء من كون الباعة يحرصون على الوقوف لينظروا إلى حالة البحر، خشية أن تغمر موجة منه بضائعهم وأمتعتهم، إذ لم يكن يفصل السوق عن البحر فاصل. وفي رواية أخرى يقال إن التسمية تعود إلى تغيير الباعة أماكنهم فترة الصباح بحثا عن الظل المتحرك ليقيهم من أشعة الشمس الحارقة. كان السوق عرضة للاندثار لولا أن تداركته يد الرعاية والاهتمام، فقد بدأ الاهتمام بالسوق عام 2004 ضمن خطة اتخذتها دولة قطر لإحياء الأماكن التراثية التاريخية والمحافظة على معمارها القديم، كونها تمثل قيمة تراثية بحد ذاتها، وهو الآن فضاء لممارسة المهن الشعبية، سواء تلك المتعلقة بالبحر أو البر، وكذلك يعد ساحة لتقديم العروض الفلكلورية التي تقام في المهرجانات، فضلا عن المعارض الفنية وورش العمل. في سوق واقف تجتمع الثقافة والفن والتراث بالتبضع والشراء، فكلما دخلت في عمق أحد أزقته شدك الضوء الخافت في نهاية الزقاق، كاشفا عن أشعة الشمس الدافئة، ليبقى سوق واقف أحد أهم الأماكن التي لا تكتمل زيارة الدوحة إلا بالتجول في أنحائه، إنه البقعة الصغيرة التي تختزل بعض ملامح التاريخ والثقافة. هيا بنا إلى التطبيقات. اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية: عمارته ذات الطراز القديم. المعنى المناسب لكلمة الطراز، ما معنى كلمة الطراز؟ هل هي المنظر الجميل أم النمط والشكل أم الزخرفة والزينة أم النقش؟ نعم، الإجابة الصحيحة النمط والشكل. ب: خشية أن تغمر موجة منه بضائعهم وأمتعتهم، ما معنى كلمة تغمر؟ نعم، أحسنتم، تغطي. جيم: شدك الضوء الخافت في نهاية الزقاق، ما مضاد كلمة الخافت؟ ها،
هل هي الضعيف أم الهادئ أم الساطع أم المنير؟ لاحظ المطلوب المضاد عكس المعنى وليس نفس المعنى، إذن المضاد هو الساطع. السؤال الذي يليه: اختر العلاقة المناسبة بين كل كلمتين في العمود الأول بوضع علامة صح. الكلمة: المحال والدكاكين، البحر والبر، الرعاية والاهتمام. ما العلاقة بين كل كلمتين في هذا الجدول؟ هل العلاقة ترادف أم تضاد؟ عرفنا أن الترادف هو علاقة بين كلمتين لهما نفس المعنى، الكلمة ومعناها. أما التضاد فهو الكلمة وضدها أو الكلمة وعكسها. المحال والدكاكين يحملان نفس المعنى أم العكس؟ نعم، يحملان نفس المعنى، إذن العلاقة ترادف. البحر والبر نفس المعنى أم هناك تضاد عكس؟ نعم عكس، إذن تضاد. الرعاية والاهتمام، الرعاية نفسها هي الاهتمام، إذن ترادف. السؤال الثالث: هات جذر كل من كلمة الطابع كلمة الفاخرة ثم اكتب المعنى في الجدول التالي. إذن نكتب الطابع والفاخرة. لاحظ أن الجذر اللغوي هو أصل الكلمة ويتكون دائما من كم حرف؟ نعم أحسنتم، 3 أحرف. إذن كلمة الطابع جذرها طبع والمعنى هو الشكل، أما كلمة الفاخرة جذرها فخر والمعنى العظيمة. السؤال الذي يليه: رتب الأفكار الآتية حسب ورودها في النص. ما ترتيب هذه الأفكار بحسب ورودها في النص؟ لاحظ نقرأ جميع الأفكار. الفكرة الأولى: وصف سوق واقف وما يتميز به، السبب في تسمية سوق واقف بهذا الاسم، أهمية الأسواق وفوائدها، سوق واقف معلم ثقافي وفني ومركز تجاري، اهتمام الدولة بسوق واقف وتطويره. إن رجعنا إلى النص سوف نجد أن الفكرة الأولى سوق واقف معلم ثقافي وفني، تليها وصف سوق واقف وما يتميز به، ثم بعد ذلك بيان سبب التسمية لسوق واقف بهذا الاسم، وثم بعد ذلك اهتمام الدولة بسوق واقف، وأخيرا أهمية الأسواق وفوائدها. السؤال الذي يليه: الأسواق الشعبية القديمة تجمع بين متعة الراحة ومتعة الاستكشاف، وضح ذلك من خلال فهمك للنص. إن رجعنا إلى النص سوف نجد السبب في ذلك هو لما فيها من مظاهر جمالية ومحتويات تجمع بين أصالة الماضي ومواكبة الحاضر. السؤال الثالث: تتنوع المعروضات في سوق واقف بشكل كبير، أذكر 3 منها. النص قدم لمعروضات كثيرة في سوق واقف بين الأزقة والمنحنيات. إن رجعت إلى النص سوف تجد أن المعروضات اختلفت ما بين العباءات والزي الشعبي والبشوت والتوابل والحيوانات المختلفة. طبعا المطلوب منك أن تذكر 3 فقط. السؤال الرابع: ما الشيء المشترك الذي يجمع بين المعروضات التي تباع في السوق؟ شيء يجمع بين تلك المعروضات بالكامل، إن رجعنا إليها سوف نجد أن الشيء المشترك هو أن جميع المعروضات من التراث وبها ملامح التاريخ والثقافة. السؤال الخامس يقول: اختلف الباحثون حول سبب تسمية سوق واقف بهذا الاسم على فريقين، بين رأي كل فريق منهما. نعم هناك روايتان، الرواية الأولى تقول أنه كون البائعة يحرصون على الوقوف لينظروا إلى البحر خشية أن تأتي منه مياه تغمر بضائعهم، والرواية الأخرى تقول أن تغير أماكن الباعة بحثا عن الظل المتحرك، أيضا حفاظا على بضائعهم من حرارة الشمس المحرقة. السؤال السادس: تهتم دولة قطر بإحياء التراث والأماكن التاريخية القديمة، دلل على ذلك من النص. إن رجعت إلى الفقرة سوف تجد أن سوق واقف كان عرضة للاندثار لولا اهتمام الدولة برعاية السوق عام 2004،
ضمن خطة وضعتها الدولة لإحياء الأماكن التاريخية والمحافظة عليها. السؤال السابع يقول: أي الأسئلة الآتية تجد إجابة في مقدمة النص؟ أو بمعنى آخر، ما الفكرة العامة للمقدمة في النص السابق؟ إن رجعت إلى النص سوف تجد أن المقدمة تكلمت عن فائدة زيارة الأسواق التراثية. السؤال باء: أي مما يأتي ينطبق على طريقة الكاتب في التعريف بالسوق؟ في تعريف الكاتب بالسوق، ما الطريقة التي استخدمها الكاتب في التعريف بذلك؟ هل ركز على دور السوق؟ أم التزم الحيادية؟ أم عرض السرد التاريخي؟ أم أعجب بالسوق والتشجيع على زيارته؟ لاحظ أنه عرف السوق من خلال السرد التاريخي العلمي لقصة السوق. السؤال جيم: سوق واقف أشبه بالمتحف المفتوح، ما الدلالة التي يحملها هذا التشبيه؟ السوق ممتلئ بالآثار، وجود مداخل متعددة للسوق، الدخول إلى سوق واقف مجاني، زيارة السوق تجربة تاريخية وتراثية. نعم، السوق ممتلئ بالآثار والتحف القديمة، لذلك يشبه المتحف المفتوح. السؤال الثامن: استخدم الكاتب ألفاظاً وتراكيب مؤثرة توحي بأهمية السوق والاستمتاع في زيارته، مثل: يلفت نظرك، لا تقف المتعة عند ذلك. هات ثلاثة أمثلة أخرى على هذه الألفاظ والتراكيب في الفقرة الثانية. لاحظ، إن رجعنا إلى الفقرة الثانية سوف نجد أنه تجد نفسك وكأنك فيما يشبه لعبة المتاهة، وستملأ روحك رائحة البخور كأنها تمثل قيمة تراثية بحد ذاتها. السؤال التاسع: ما رأيك؟ والسؤال العاشر: هل توافق على هذه المقولة؟ الرأي متروك إليك، والموافقة من عدمها متروكة إليك. برأيك، هل كان للصور دور في فهم أفكار النص، ولماذا؟ السؤال العاشر: لا تكتمل زيارة الدوحة إلا بالتجول في أنحاء السوق، هل توافق على هذه المقولة أم لا، ولماذا؟ وأخيرا سؤال اللغويات: اقرأ الفقرة الآتية ثم أجب. ليست الأسواق مكانا لقضاء الراحة فحسب، بل إنها تضفي على زائرها متعة الراحة والاسترخاء أيضا، غير أن الأسواق الشعبية القديمة تجمع إلى جانب هذه المتعة لذة الاستكشاف. أعرب ما تحته خط الكلمات مكانا، الراحة، الأسواق. لاحظ أن مكانا جاءت، ليست الأسواق مكانا، ليس هذه تعمل عمل كان، يبقى إذن مكانا خبر ليست منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الراحة لقضاء الراحة، لاحظ أن معرفة جاء بعد الناكرة، تعرب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. غير أن الأسواق الشعبية القديمة تجمع، لاحظ إن، أن، كأن، لكن، أخوات، إن، أن جاء بعدها كلمة الأسواق، إذن تعرب الأسواق باسم أن منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. أكمل مصادر الأفعال الآتية قياسا على المثالين في الجدول: استكشف، استكشاف، استرخى، استرخاء، استخدم، نعم، استخدام، استسقى، استسقاء، استعلم، استعلام، استرضى، استرضاء. وبذلك أبنائي الطلاب نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم. لا أنسى أن أذكركم بالواجب الإلكتروني على منصة المدرسة وواجب النسخ الأسبوعي هذا، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.